بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، ذكرى 24 لتربع صاحب الجلالة والمهابة على عرش أسلافه الميامين، نعطي انطلاقة تدشين هذه المعلمة التربوية المسماة مؤسسة هاشم للتعليم الخصوصي، والتي بنيت على مساحة قدرها حوالي 1400 متر مربع، تضم 46 حجرة للتدريس بالإضافة إلى جناح إداري ومسبح وكذلك فضاء للأنشطة الموازية وكذلك مسبح كذلك عفوا وقاعة للمطالعة ومصحة وعدد من المرافق الضرورية للتعليم والتعلم. وقد تعتبر هذه المعلمة قيمة إضافية لجهة سوس مسا عامة والمديرية الإقليمية خاصة لما تتميز به من مواصفات قل نظيرها على مستوى المدينة، لكونها خضعت لتصميم عصري حداثي ملفت للانتباه ويساعد التلاميذ على التحصيل وراحة النفسية. ولهذا فإن هذا المشروع كذلك لبنة من اللبنات الأساسية لهذا الحي السكني المكتظ بالساكنة، ومن شأنها كذلك أن تساعد العديد من الخدمات أو تقدم خدمات كثيرة جدا اجتماعيا وتربويا وثقافيا للسكان. عدد العاملين بها إلى حدود الساعة هي 36 أجير، أي 36 أسرة تستفيد من هذه المؤسسة، بالإضافة إلى أن الطاقة الاستيعابية لها تفوت 1400 تلميذ مستقبلا. هذا مشروع ستعتمد على منهجية وعلى فلسفة معينة بالتدرج، معناه هذه السنة سنتوقف فقط عند السلك الابتدائي والتعليم الأولي، والسنة الموالية إن شاء الله سنقوم بتوسيع العرض المدرسي إلى الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي. فهذه السنة تمثل انطلاقة فعلية لإنجاح هذا المشروع.